السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم كل خير وصحة وسلامة وأمسية سعيدة على الجميع، وحياكم الله معاي في حلقة جديدة من حلقات سلاحف النينجا. ومثل ما عودتكم برنامجنا برنامج ساخر ولكن هادف، نطقطق على محتوى السيارات في العالم العربي الركيك ونصحح المعلومات الخطأ. وضيفتنا اليوم صراحة تذكرني بالهبز الستينات السبعينات، من يذكر هيلاري كلينتون وزوجها كلينتون لما كانوا هبيز ذيك الأيام، اللي جونك ملابس كذا واسعة ومشققة وشعر معفس وحالتهم حالة. بس ما علينا، حرية شخصية. المهم طبعا الإعلان من بدايته يقول لك حق الطلاب، الله يعينكم يا الطلاب، جايبين لكم عجايز، يلا عندها درزن عيال مدري يهال، ويلا هذه السيارة مستهدفة طلاب. إيش المهم؟ المهم أنا جت وثبتت الكاميرا في القزازة الأمامية أو الجام الأمامي علشان نشوف الكشخة. الغريب أن الكاميرا تتنافض من بداية الفيديو إلى نهايته. أنا ما أدري النفضة ذي هل هي تبي تنفض المعلومات اللي في عقول الطلاب هذولي عشان تطلع المعلومات، ولا تشوش عليهم بحيث أن يقولون بناخذ السيارة هذه، ما أدري. أهم ميزة عجبتها داخل السيارة، متأكد أن الشباب أغلبهم ممكن يجاوب، يلا وش تتوقع أهم ميزة عجبت ضيفتنا اليوم داخل السيارة؟ البانوراما، صح، كل البنات اللي جربوا سيارات وش أحلى ميزة؟ البانوراما أهم ميزة. عشان إيش؟ قالت عشان السيلفي، عشان لما تصور وتثبت الجوال قدام، ثبت كده في الطبلون كده يعطيك خلفية عبارة عن شمس تشوي الطير، كده تلقى الطيور قاعد تنزل من السماء وهي مشوية جاهزة، عشان يعطي فيه أو يكون فيه منظر في الخلف يكون حلو. إذا أنت مثبت الجوال قدام تجي الصورة مضروبة وانت فاتح البانوراما، الإضاءة وين وانت وين. الحلو في الموضوع ان تختم لك المقتطفات هذه او اللقطات هذه ان عجبتها البانوراما، عشان الاضاءه الجميله تعطيك البوز العجيب كذا، تعطيك زقم انا حاطه فيلر. ما علينا خلنا نكمل. المهم والميزه الاحلى ايش تتوقعون؟ انها تقدر تسكر الشتر حق غرفتها، قصدي تسكر الشتر حق البانوراما. صراحه ما خطر في بالي نهائيا ان اسمه شتر، ابداع يا اخي، يجيبون لك يا اخي كلمات رهيبه صراحه، شتر حركات. تتوقعون هذا الشيء هو اللي خلاني اضحك وانبسط؟ لا، في واحده الحين جايه ماشيه مليون. اللي قتلني صراحه لما تكلمت عن الشوارع المكسره والحفر والمطبات، فتبي تقول لك ان السياره هذه عمليه. حتى مع شوارعنا اللي بالعادة لما يجيك واحد يقول لك والله الشارع مكسر وش يسوي؟ كذا يسوي لك ينقز. لا، هذه جابتها بطريقة ما تخطر في بالك، والله السيارة هذه عملية حتى مع شوارعنا اللي وش الشوارع اللي أنا حسيت أني راكب سفينة. أنت مسوية تجربة لسفينة ولا سيارة ولا طيارة ولا وش السالفة؟ قسم بالله موتتني ضحك. طبعا هذا الفيديو ترى نازل في الحساب الرسمي حق وكيل من وكلاء السيارات في الخليج، أترك لكم التعليق. وأتمنى أنكم استمتعتوا معي في حلقة اليوم من سلاحف النينجا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم، وفمان الله.